بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على هذا الحبيب الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم. في هذه الأيام الكريمة، شهر ربيع الأول، وقد اقتربت مناسبة ميلاد أعظم البشر النبي صلى الله عليه وسلم، أحببت أخي الحبيب أن أطرح معك قضية لنوضح حقيقة أمهات المؤمنين بشكل عام، وبخاصة السيدة عائشة رضي الله عنها. هناك فئة من الناس دأبوا على الطعن بهذه الزوجة الفاضلة الكريمة التي أحبها النبي ومات وهو راض عنها. ولدينا آية في القرآن تعطي لزوجات النبي منصب لا يستطيع أحد أن ينزعه. هؤلاء اعتمدوا في نقدهم للسيدة عائشة على روايات تاريخية وليس على القرآن. أنا أحب أخي الكريم، من دون أن ندخل في موضوع الطوائف والمذاهب وهذه الأشياء، لأنها أشياء مدمرة الحقيقة، بمجرد أن يعني هي أصلا هذه الطوائف من صنع أعداء الإسلام ليفرقوا المسلمين. أنت إذا أردت أن تفرق جماعة وجدت جماعة متراصة كتلة واحدة، تريد أن تتغلب عليها، ماذا تفعل؟ تقطعها إلى فرق وطوائف وأحزاب وكذا، فيسهل السيطرة عليها، وهذا ما حدث عبر التاريخ الإسلامي. أنا اليوم أريد أن أفهم القرآن كما فهمه النبي صلى الله عليه وسلم، ما رأيكم؟ يعني أنا طبعا هذا الفيديو أوجهه بالنسبة للناس الذين ينتقدون السيدة عائشة، فقط أنا أريد أن أفهم القرآن معكم، يعني أطرح عليكم سؤالا، ما رأيكم أن نفهم القرآن كما فهمه النبي؟ إياك أخي الحبيب أن تقول لي الشيخ الفلاني فهم القرآن أحسن من النبي إياك يعني أن تعتقد ذلك، لأن أفضل من فهم القرآن هو رسول الله، وهذا شيء منطقي لأن القرآن تنزل عليه. النبي عليه الصلاة والسلام كان في تواصل مباشر مع الله خلال سيدنا جبريل، وبالتالي هو أكثر من فهم القرآن. دعوني يعني أذهب معكم، أنا أريدك فقط أخي الحبيب لكي تخرج من يعني الروايات التاريخية والتراكم هذا عبر 1400 سنة، هذه المعلومات التي تراكمت، أريدك أن تعود معي بحدود 1400 سنة أو 1430 أو أكثر من السنوات، السنة التي توفي فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا انسى تماما كتب التاريخ مؤقتا، يعني فقط هناك أسلوب جميل لكي تعرف الحقيقة، اعزل تفكيرك عن المؤثرات الخارجية، يعني ركز في القرآن. هناك آلاف الروايات التي تضرب بالصحابة وبأمهات وحتى بأهل البيت وحتى بالنبي وحتى بالقرآن، روايات كثيرة. أنا أريدك فقط لمدة دقائق، يعني فقط هذا الفيديو، مدة هذا الفيديو، أن تعزل تفكيرك وتأخذ نفسك هكذا وتعود أكثر من 1400 سنة إلى السنة التي توفي فيها النبي عليه الصلاة والسلام، وقبيل وفاته بأيام، عندما نزلت الآية الكريمة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الكلام ليس كلام فلان أو فلان ولا كلام النبي، هو كلام الله عز وجل يقول لك اليوم أكملت. ما معنى أكملت؟ اكتمل يعني. طيب لو كان هناك نقص من قبل، الله لا يقول أكملت، أكملت يعني اكتمل. أنت هذا البيت عندما يأتي المهندس ويقول لك أنا أكملت لك العمل هنا، يعني اكتمل، لم يعد هناك شيء آخر يضيفه.
الله عز وجل عندما قال أكملت لكم دينكم اكتمل الدين. إذن كل شيء أتى فيما بعد روايات وكذا ضعها جانبا مؤقتا فقط. أنا أريدك أن تصل معي إلى تصور كيف فهم النبي القرآن. نحن للأسف فهمنا القرآن من خلال المفسرين والروايات التاريخية. لا، أنا أريدك أن ترجع بذاكرتك بدماغك وتتخيل أنك موجود أمام النبي عليه الصلاة والسلام والقرآن يتنزل عليه الآن. هذا الإحساس يعطيك فهما أدق أنا طبعا اقتبست هذا الموضوع من خلال دراستي. أنا كان لدي الشغف بدراسة علم الذرة والجسيمات الدقيقة، فحتى أفهم هذا العالم المعقد الصغير جدا، عالم الجسيمات الدقيقة الذي هو مختلف تماما عن عالمنا المحسوس أو المرئي، مختلف تماما، يعني هو عالم غير منطقي بالنسبة لنا. فكنت أتخيل نفسي أنني دخلت في هذا العالم وعشت معه، فبهذه الطريقة استطعت أن أفهم أكثر. أريدك الآن أن تعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم. الأيام التي توفي فيها النبي، يعني آخر شهر، نزلت إذا جاء نصر الله والفتح، آخر سورة كاملة نزلت من القرآن، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذه آخر سورة نزلت كسورة يعني. أما كآيات، نزلت آخر آيات من القرآن آية الربا، ثم نزلت واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذا النص من سورة البقرة. طيب، من أواخر ما نزل يعني في المدينة المنورة، نحن نعلم أن سورة الأحزاب وسورة السور المدنية نزلت في المدينة، وهناك آيات كان نزولها متأخرا نوعا ما. يعني هناك آية نزلت، الله تبارك وتعالى يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. إذن النبي حتى أكون مؤمنا يجب أن أتخذه وليا قدوة لي، لا أعترض على قراراته، لا أعترض على تعاليمه، لأنه يستمد هذه التعاليم من الله. والله تعالى يقول والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن أنا لا يحق لي أن أعترض على تعاليم النبي عليه الصلاة والسلام، فهو ولي لي، أي قائد، أي قدوة أقتدي به في كل شيء، أرجع له في حالة اعترضتني مشكلة، أرجع له، هو مرجع. النبي هو المرجع، يعني الولي بمعنى المرجع والقدوة ومعاني كثيرة. طيب، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. طيب ماذا؟ وأزواجه. انظروا هنا، هذه الآية لأول مرة ستعطي أزواج النبي منصب من قبل الله، لا يستطيع أحد أن ينزع هذا المنصب من البشر. وأزواجه أمهاتهم. إذن السيدة عائشة هي من ضمن أزواج النبي، وهي أم للمؤمنين. أخي الحبيب، حاول وأنت تستمع تعزل نفسك عن التاريخ والأحداث التي حدثت لاحقا والتي دونت بعد مئات السنين، لم تدون في وقتها، يعني هناك شك كبير فيها. اتركني من كل هذه، أنا أريدك أن تتخيل الآن هذه الآية تنزل والنبي موجود عليه الصلاة والسلام. طب أنت كيف تفهم هذه الآية؟ إله يقول لك هذه أمك، ما هو إحساسك؟ ما هو شعورك تجاه هذه السيدة الكريمة؟ طيب، هل أنت أولا مؤمن؟ إذا كنت من المؤمنين، لأن الله يقول النبي أولى بالمؤمنين، إذا كنت ملحد إذن أنت خارج المعادلة، إذا كنت مشكك خارج، إذا كنت تكره الإسلام خارج المعادلة، إذا كنت مؤمن صادق يجب أن تتخذ
النبي وليا قائدا ومرشدا ومربيا ومعلما وقدوة وأسوة لك. هذا معنى ولي. طيب، وأزواجه أمهاتهم، وتتخذ أزواج النبي بلا تفرقة. الآية ليس فيها استثناء، لم يقل وأزواجه إلا فلان، لا، وأزواجه. وعلى رأسهم السيدة عائشة طبعا، يعني هي أشهر زوجات النبي وبنت سيدنا أبي بكر. طيب، أخذت منصب الأم، أم لمن؟ للمؤمنين. لو قال أم للناس، طيب الناس فيهم الملحد وفيهم الكافر وفيهم المشرك وفيهم المنافق، قد يحق لك أن تقول هي منافقة لأنها أم للناس، أم للبشر. أما عندما حدد لك القرآن وقال وأزواجه أمهاتهم، أي هي أم لك. طيب، كيف تظن بأمك أنت؟ يجب أن تظن خيرا، منطق العلم نحن نتحدث. طيب، نأتي الآن، كيف فهم النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية؟ يعني هل تستطيع أن تفهم منها بمعزل عن التاريخ؟ أنا أقول لك التاريخ بنسبة 99% مزور، أنا هذه تجربتي مع التاريخ، لنعزل التاريخ جانبا. أنت عندما نزلت هذه الآية وأنت في عهد النبي ولم يحدث شيء بعد النبي، يعني النبي لم يموت بعد، ولم تحدث معارك كما يقال يعني وقتل وكذا، نترك هذا، كيف تفهم هذه الآية كما فهمها النبي؟ أنا بالنسبة لي أفهم أن هذه السيدة، سواء عائشة أو أم سلمة أو حفصة أو كل أزواج النبي، أن الله أعطاهم مقام، كل واحدة منهم هي أم للمؤمنين، وهذا مقام عالي جدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني أولى الناس عندما سئل أي الناس أولى بحسن صحبتي أو صحابتي، ماذا قال النبي؟ قال أمك ثم أمك ثم أمك، ثلاث مرات، ثم أبوك. إذن والجنة عند أقدام الأمهات، والأم قد تكون سبب، يعني لها منصب عالي. الأم العادية حتى لو كانت منافقة لها وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، يعني حتى لو كان أبوك أو أمك مشركة يجب ألا تجعلها تغضب عليك، تسترضيها، صاحبهما في الدنيا معروفا حتى لو أمرتك بالشرك، تصور يعني. فكيف بأم المؤمنين السيدة عائشة وزوجة النبي عليه الصلاة والسلام؟ طيب، هذه الأم عندما ننظر إليها كأم، القضية الأولى أريد أن أركز عليها، هل الله يعلم أن هذه السيدة ستتسبب، ركز معي أخي الحبيب، الله، أقول أنا السؤال لك الآن، دعني بعد أن فهمت الآية وتخيلت أن السيدة عائشة أخذت منصب هو أم المؤمنين، ومات النبي ولم ينزع عنها هذا المنصب، إذا مات وهذا المنصب موجود، الآن حدثت أحداث، لا ندري ما الذي حدث، ليس لدينا وثائق تاريخية على فكرة، يعني معظم الناس يقرؤون كتب التاريخ ويظنون أنها مثل القرآن، لا يوجد وثيقة تاريخية كتبت زمن الحوادث وما سمي بالفتن التي حدثت، يعني بعد موت النبي وبعده بمئة سنة، لا يوجد لدينا أي وثيقة تاريخية على فكرة أبدا. إذن هي قيل عن قال فقط، ودونت فيما بعد، يعني دونت في القرن الثاني والثالث والرابع إلى آخره، أما خلال القرن الأول 100 سنة الأولى لم يكن، ولا يوجد الآن لا يوجد وثيقة تاريخية مكتوبة تعود لذلك الزمن. إذن هذا أنا يجعلني أشكك بهذه الروايات، بينما القرآن هناك وثيقة موجودة في جامعة توبنغن الألمانية، وأنا تحدثت عنها في حلقة موجودة على يوتيوب،
وقلت إن الباحث الذي حلل المخطوطة بالكربون المشع سي 14 الكربون 14 هذا قال إن هذه المخطوطة تعود لزمن النبي أو أحد من عاصره، وحدد توقيتها أو زمن كتابتها بحدود، يعني تعود لزمن النبي أو بعده بعشرين 25 سنة هكذا، يعني في زمن سيدنا عثمان علي كذا، يعني في هذه المرحلة. طيب أين الوثائق التاريخية التي توثق لي الفتن المزعومة التي حدثت بين المسلمين والقتل والكذا؟ لا يوجد. إذن أنا أبقى حاليا مع القرآن لأنه أضمن بالنسبة لي وهو كلام الله، ما دام الله أعطاها هذا المنصب. طيب هل الله يعلم أن السيدة عائشة كما يقول البعض سترتد وستتسبب في قتل المؤمنين؟ وأنتم تعلمون ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، شيء مرعب. فكيف بمن يتسبب بمقتل آلاف المسلمين حسب ما تقول الروايات المزعومة؟ إذن هذا مصيره مرعب. طيب تريد يعني أنت تعتقد أن الله يعلم أن السيدة عائشة ستكون سببا في مقتل المسلمين ثم يسميها أما للمؤمنين؟ أحد أمرين، أنا بالنسبة لي قرأت كتب التاريخ وقرأت القرآن، أمامي خيارين، إما أن أعتقد أنها بالفعل هي أم المؤمنين وأن الله يعلم الغيب ويعلم أنها لن ترتد ولن تقتل ولن تفعل أي شيء يغضب الله بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم حتى تموت، فلذلك سماها أم المؤمنين، أو أن الله استغفر الله جاهل لا يعلم. استغفر الله، يعني أنت إذا اتهمت أم المؤمنين وصدقت هذه الروايات معنى ذلك أن الله لا يعلم، يعني هو سماها أم للمؤمنين استغفر الله ثم اكتشف بعد ذلك أنه مخطئ أنها لا تصلح لهذا المنصب، تماما مثل اليوم مثل أي واحد منا نظن بشخص والله نقول هذا رجل محترم وصادق وأمين، وإذا بعد سنوات نكتشف أنه لص وكاذب وكذا. طيب هذا يليق بحق البشر لأننا لا نعلم الغيب، ولكن يعني هل يليق هذا الأمر بحق الله؟ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، هل يليق هذا الكلام أن نتهم الإله العظيم سبحانه وتعالى أنه لا يعلم أن هذه المرأة سترتد وستقتل وكذا فيسميها أما للمؤمنين ويبقي الآية دون أن ينسخها دون أن يحذفها دون أن ثم يا أخي الكريم أنا العبد الفقير، أنا أقول لك والله لو أردت أن أعطيك رأيي بشخص وأقول لك هذا الشخص فعلا شخص مؤمن، إذا كنت أعلم بنسبة 10% أنه ممكن أن يلحد أنا لا أقول إنه مؤمن، أخاف لكي لا أتهم بالكذب. طيب إذا علمت 100% أنه سيلحد، هل هناك إنسان عاقل يقول عنه إنه مؤمن وهو يعلم أنه سيلحد؟ طبعا لا. وأنا إنسان. طيب رب العالمين عندما يعطي منصب ثابت لزوجة من زوجات النبي ويسميها أما للمؤمنين، هذا منصب أعلى من كل الروايات، منصب إلهي، فيجب أن أصدق الله عز وجل وأكذب الروايات. انتبهت أخي الحبيب؟ الذي حدث أن كثير من الناس اليوم للأسف من مختلف الطوائف والمذاهب يفهمون القرآن بناء على الروايات، يعني وهذا خطأ جسيم، يجب أن تفهم القرآن بناء على نصوص القرآن نفسه، يجب أن نفهم الروايات بناء على القرآن. هم عكسوا القضية، لاحظت؟
يعني أنا لدي القرآن كتاب فيه الحقيقة المطلقة الثابتة التي لا تتغير، ولدي روايات تاريخية، منها ما هو مكذوب، منها ما هو مزور، منها ما هو صحيح، منها لا أعلم. فأنا أقيس هذه الروايات مدى صدقها على ضوء القرآن. القرآن هو 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 الثابت، هو الحق. اليوم انعكست الآية، أصبح القرآن هنا والروايات هنا، نفهم القرآن بناء على الرواية، على الروايات. لاحظتم؟ يعني رواية تقول إن مثلا أبو بكر رضي الله عنه ارتد، سنفسر القرآن بناء على هذه الرواية. طيب القرآن يقول لك عن المهاجرين والأنصار، أكيد 100% أبو بكر هاجر مع النبي، 100%. يعني عندما يقول القرآن والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، على رأس المهاجرين هو أبو بكر، على رأسهم. لا تستطيع أن تقول لا أبو بكر غير موجود. إذا من كان مع النبي في غار حراء إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا؟ طيب هؤلاء المهاجرين ماذا قال الله عنهم في نفس الآية؟ رضي الله عنهم. هل تريد أن تقنعني أن الله لا يعلم الغيب؟ يعني هو تفاجأ أن أبا بكر فيما بعد ارتد، وكأن الله يعني لا يعلم، وأبقى هذه الآية. يا أخي الله، يعني اليوم إذا ذهب شخص إلى وظيفة ليأخذ وظيفة مدير، لديهم ملفات سي في وتاريخ وكذا وكذا، فإذا كان مكتوب في التقرير أن هذا الشخص هناك احتمال أن يسرق، ألغوا هذا المنصب له. احتمال أن يسرق. طيب الله يعلم علم اليقين أن أبا بكر لو كانوا كما يقولون يعني أنه سيرتد، ثم يقول رضي الله عنهم. إذن أحد أمرين، إما أن القرآن محرف، أو أن الله لا يعلم، وكلا الأمرين مصيبة. إذا قلت القرآن محرف كارثة، ستصطدم مع قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وستصطدم مع قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. طيب كيف أكملت وهو ناقص أو محرف؟ إذن أنت دخلت في قضية التحريف، وهي قضية خرجت من الإيمان أصلا. أو أن الله لا يعلم، وهذا الكلام غير منطقي، لأن الله يقول والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن أخي الحبيب، خلاصة هذا اللقاء، اعزل تفكيرك قليلا. إذا أردت الله، طبعا إذا أردت أن تتبع فلان وفلان، صدقني لن يغنوا عنك من الله شيئا، مثل الشيطان. يعني عندما قال إني بريء منكم إني أخاف الله، الشيطان يورد الناس في المهالك، وعندما يقع الإنسان ينسحب، إني بريء منك، يتبرأ. هذا ما يسمى بالعالم أو الشيخ أو مهما كان، يعني الذي يقول لك إن السيدة عائشة ارتدت أو ارتكبت الفحشة والعياذ بالله، يعني أو قتلت أو وأبو بكر وعمر وكذا، هؤلاء الصحابة الكرام، أنهم قتلوا أو ذبحوا أو ارتدوا أو كذا، لن يغني عنك من الله شيئا. هو أول من سيتبرأ منك يوم القيامة. أنت الآن انظر أخي الحبيب، خلاصة أخيرة، تقول يا رب أنت أخبرتني في كتابك، أنا لا أريد كل هذه الخزعبلات والروايات التاريخية، أنت أخبرتني في كتابك العظيم، قلت لي والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، من الذي هاجر مع النبي؟ أبو بكر وعمر وعثمان، هؤلاء على رأس المهاجرين. طيب أنت يا رب قلت لي أنك رضيت عنهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأنا أرضى عنهم. فإذا حدثت أشياء بعد ذلك، أنا ليس لي علاقة. أنت قلت لي أنك رضيت عنهم. وبالتالي هذا الله سيحميك،
أنا على فكرة أستمد عقيدتي من القرآن أولا ومن السنة الصحيحة يعني قضية جنة ونار أخي الحبيب، ليست قضية عبثية. تمام؟ يا رب، أنت قلت عن السيدة عائشة وأزواجه أمهاتهم، وأنا أعاملها كأم لي، أرفض من يطعن بها، أرفض أي رواية تشكك بها أو تنال منها، أرفض أي تهمة تتهم بها أنها كانت سببا في قتل المؤمنين أو غير ذلك. أنت قلت لي يا رب، أنا أسير وراء القرآن وراء كلامك. هذه العقيدة ستنجيك أمام الله، لأن فلان لن يشفع لك. تاريخ الطبري فيه الكثير من التزوير أيها الأحبة. ليس لدينا نسخة الآن كتبها الطبري بيده، لا يوجد في العالم النسخة التي كتبها بيده، غير موجودة. لذلك هذا التاريخ المتعارف عليه اليوم والمطبوع، هذا كتب بعده بمئات السنين ونسخ وغير وكذا. هؤلاء الذين نسخوا تاريخ الطبري وأوهموك أن أم المؤمنين فعلت كذا من معصية الله، وأن أبا بكر فعل كذا أو الصحابة أو كذا، لن يغنوا عنك من الله شيئا. الذي ينفعك ويحميك ويحفظك وينجيك من النار ويدخلك الجنة ويرفعك عنده في الدنيا والآخرة هو واحد فقط، هو الله، فكن معه. هذا خلاصة ما أحببت أن أقوله اليوم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه عليم حكيم مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.